على نخب التوافقات فيما بينهما. تلتقي القيادة التايوانية بوفد الكونغرس الأمريكي متجاهلة التهديدات الصينية المستمرة. رئيسة تايوان أكدت من جديد عمق الشراكة وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة واجهنا توسعا استبداديا مستمرا للصين، وأصبح التعاون بين الديمقراطيات أكثر أهمية، وسنقوم بذلك. سنواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل للدفاع المشترك عن قيم الحرية والديمقراطية. علاقة توثقها الولايات المتحدة بوعدها تسريع تسليم أسلحة لتايوان. بصفتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أوافق على جميع المبيعات العسكرية الخارجية بما في ذلك الأسلحة إلى تايوان، وأعدك سيدة الرئيسة بأننا سنسلم تلك الأسلحة. ميدان السياسة يقابله تصعيد صيني على الأرض، إذ كانت الصين قد أعلنت عن مناورات عسكرية تستمر مدة 3 أيام غدا عودة رئيسة تايبي من زيارة للولايات المتحدة. وزارة الدفاع التايوانية بدورها أعلنت أن 42 طائرة عسكرية صينية وثمانية سفن عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان. مناورات تشتمل على محاكاة لهجمات جوية على السفن، إضافة إلى تدريبات مضادة للغواصات. من جهتها تايبي أكدت تعاملها مع هذه التطورات بهدوء وبشكل لا يتضمن أي تصعيد، بينما تصف بكين تحركاتها بالتحذير الجدي لما وصفتهم بالانفصاليين، ومشددة على موقفها من الانفصال عنها.